عشرات الدول تفتتح قنصليات لها بالصحراء المغربية، اعتراف تاريخي للولايات المتحدة بسيادة المغرب على كافة ترابه. الطاقة الشمسية ومخططات الفلاحة والصناعة والأداء الأمني ودينامية مطردة على مستويات عدة. مرحبا بكم في مغرب المستقبل. المغرب العظيم بملكه ومؤسساته الذي عمل بكل قوته في السنوات الأخيرة على هندسة دبلوماسية وسياسية وأمنية تعمل على الدفاع عن وحدته الترابية في ظل عزلة دولية أوجدت البوليزاريو نفسها فيها، وكذا الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر. موقع استراتيجي ومكانة دولية، هذا بالضبط ما يزعج الأعداء والجيران ويقض مضاجعهم، دافعا بهم لحياكة الدسائس والمؤامرات وترويج الشائعات والأكاذيب. فيما المملكة المغربية تتقدم بثبات في طريق الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، ودولة المؤسسات والقانون في حفاظ تام على استقرار البلاد، صامدة في وجه كل المحاولات الخسيسة التي تستهدفها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، المتصل نسبه بالدوحة النبوية الشريفة، ضامن وحدة البلاد وأمن العباد. بلادنا يحظى بالتقدير والاحترام وبالثقة والمصداقية جهويا ودوليا، كما أن لدينا صورة إيجابية لدى شعوب العالم، غير أنه يجب أن نعرف جميعا أن هناك في المقابل جهات تحسد المغرب على مساره السياسي والتنموي وعلى أمنه واستقراره وعلى رصيده التاريخي والحضاري وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم. وأستحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد تعني كثرة المنجزات والخيرات، أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه. المملكة المغربية رقمت جملة من النجاحات الدبلوماسية سواء على المستوى الأممي من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو ميدانيا عبر تزايد الدول التي سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية للميليشيات الانفصالية، وكذا التدخل الناجح للقوات المسلحة الملكية لتحرير معبر القرقارات وتأمين الحركة المدنية والتجارية، والذي حرص الجيش المغربي خلاله على ضرورة حضور أفراد من البعثة الأممية بغرض توثيق التدخل والوقوف على الاحترام الكامل للاتفاقيات والمواثيق الدولية، كدليل قاطع يفند جميع المزاعم اللاحقة التي تروجها الجبهة الانفصالية. ويواصل الملك محمد السادس حمل المشعل الذي ورثه عن والده الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، مكرسا حياته لإرساء دعائم الدولة المغربية الحديثة بمؤسساتها الديمقراطية وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية منذ اعتلائه عرش المملكة. فبات المغرب يحصد الإنجاز تلو الآخر ويعيش ازدهارا وتقدما بفضل السياسات الحكيمة لجلالته في مختلف المجالات، بدءا بالاقتصاد والتنمية، مرورا بالسياسة وحقوق الإنسان، ووصولا إلى حفظ أمن المغاربة والدفاع عن وحدتهم الترابية. بينما تعكس أكاذيب البوليساريو والجزائر امتعاضهم من المكاسب الأخيرة التي حققها المغرب في نزاع الصحراء أمام توسع الاعتراف الدولي بمغربيتها، إضافة إلى تمسك الأمم المتحدة بمبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لتسوية النزاع، وتعرف الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية دينامية تنموية قوية، خاصة على مستوى مدينة العيون جوهرة الصحراء المغربية التي باتت تزخر بنحو 216 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يناهز 5 مليارات دولار أمريكي. مشاريع شملت مختلف مجالات التنمية من زراعة وصناعة وتجارة، بالإضافة إلى مشاريع هامة على مستوى البنيات التحتية في وقت يواصل فيه نظام العسكر الجزائري إهدار أموال الجزائريين على جبهة البوليساريو، وتسمين حسابات الجنرالات في الخارج، وتمويل الحملات الدعائية ضد المغرب وشراء اللوبيات. تجاوزت قيمة الثروة الإجمالية للمغرب الضعف ما بين 1999 و2019، وأطلق محمد السادس جملة من المشاريع الكبرى في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط الأكبر من نوعه في إفريقيا من حيث حجم الحاويات والمسافرين. كما افتتح جلالته سنة 2016 محطة نور لإنتاج الطاقة البديلة في ورزازات، ودشن القطار الفائق السرعة الأول في القارة الإفريقية والعالم العربي.
فضلا عن تشييد شبكة واسعة للطرق السريعة تربط بين 90% من المدن المغربية وخطوط ترامواي حديثة في كل من الدار البيضاء والرباط. وعلى المستوى الصناعي تحول المغرب لمحطة دولية لصناعة السيارات وقطاع غيار الطائرات، ويطمح في غضون سنوات إلى إنتاج مليون سيارة سنويا. وقد تمكنت البلاد فعلا من تجاوز جنوب إفريقيا لتصبح أول منتج للسيارات في القارة، كما يطمح المغرب إلى رفع صادراته في هذا القطاع إلى 10 مليارات دولار في أفق عام 2022، بينما يبقى الطموح الأكبر لجيرانه في الوقت الحالي إيجاد حل لأزمة الحليب، وليجد المواطن الجزائري المسكين نفسه عالقا بين مطرقة البحث عن شكارة الحليب وسندان البحث عن رئيسه الغائب عن البلاد.